أهلا بكم مشاهدينا وجولة جديدة من الآن للوقوف على آخر تطورات الأوضاع بخصوص فيروس كورونا وجهود مكافحة هذا الوباء، والبداية مع الزميل أحمد الأفيوني، حيث تواصل وزارة التضامن الاجتماعي اليوم صرف معاشات أبريل، وذلك لمن يتقاضون معاشات أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم حوالي 1.8 مليون. المزيد من المتابعة ينضم إلينا الآن زميل أحمد الأفيوني من قنا. أهلا بك أحمد إلى هذه الجولة إليك. نعم فيروز، تحياتي لك وتحياتي للسادة المشاهدين. بالفعل كما ذكرت أتواجد في محافظة قنا، وبالتحديد من أمام مكتب بريد قنا الرئيسي. هذا المكتب وجميع المكاتب البريد هنا في محافظة قنا تعمل اليوم الثانية على التوالي في صرف معاشات، يعني فيما يتقاضون 2000 جنيها فأكثر، وذلك طبقا للآليات التي وضعتها وزارة التضامن الاجتماعي وفي إطار الخطة الاحترازية التي تقودها الدولة هنا والحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد. للمزيد من التفاصيل داعيني فيروز استقبل معي وعبر الهواء مباشرة السيد حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا. سيد حسين الباز، يعني في البداية برحب بحضرتك، يعني ماذا عن الإجراءات والضوابط التي وضعتها مديرية التضامن الاجتماعي هنا في محافظة قنا للحد من الزحام أمام مكاتب البريد والتسهيل لأصحاب المعاشات لصرف معاشاتهم بطريقة سهلة وفي يسر كامل؟ طبعا كل الأجهزة الحكومية الحقيقة في تعاون وثيق بينها وبين بعضها في الوقت دوت. الحقيقة في توزيع أدوار بشكل محكم، في جمعيات أهلية يمكن تتجاوز 150 جمعية أهلية وما يقارب 1600 متطوع، لهم عدة أدوار منها التطهير والتوزيع، التوعية من خلال ملصقات ومن خلال النشرات، لكن الدور الأهم الحقيقة هو تنظيم الصرف في أماكن البريد. الحقيقة إحنا عندنا هنا في قنا ما يجاوز 260 مكتب بريد، وزي ما حضرتك ألمحت وقلت إن تم تنظيم بقرار من وزير التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج إن الصرف يتم على شرايح وعلى فترات متدرجة. الحقيقة كان استعدادنا وتنسيقنا مع السيد رئيس قطاع البريد في قنا على أعلى مستوى، قدرنا إن إحنا نوفر مجموعة من الشباب يمكن في صدارتهم الهلال الأحمر لتنظيم المواطنين والتباعد ما بينهم وبين بعضهم وتجهيزهم على أساس الاستلام. الحقيقة يمكن الشريحة اللي هي تعلو 2000 جنيه ابتدت من امبارح، كان في تزاحم كبير والنهاردة في بداية النهار، لكن الحقيقة التعاون من المواطنين كان على أعلى مستوى، بحيث أن يمكن حضرتك دلوقتي بتصور وإحنا تقريبا في نهاية يوم العمل وكل المواطنين خدوا مستحقاتهم وخدوا اللي هم عايزينه، وإحنا مستمرين الحقيقة برضو في القرى والنجوع والتواصل مع رئيس القطاع هنا لو في أي مشاكل أو انقطاع تيار كهربي أو ما شابه، بنبلغ غرفة عمليات المحافظة الاستجابة بتاعتها سريعة خلال دقايق الأمور بتكون رجعت لمستواها. الحقيقة المنظومة أثبتت نجاحها، المواطن القنائي أثبت أنه هو على قدر كبير من الوعي، عارف أن الدولة الجهود اللي بتعملها دي في صالحه، فده شيء جميل وشيء يشرف الحقيقة. سيد حسين الباز، يعني لو تحدثني عن قنا، هناك مبادرة في محافظة قنا وهذه المبادرة تعد المبادرة الأولى من نوعها في محافظات صعيد مصر، وهي يعني واحد من كل بيت، يعني ماذا عن أهمية هذه المبادرة وإلى أين وصلتم في هذه المبادرة؟ طبعا كانت يعني فكرة مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستعانة بالشباب كنواب المحافظين، فكرة أنا بعتبرها جميلة جدا لأن احنا متفاعلين كتير مع السيد المحافظ وفي نفس الوقت مع نائب المحافظ. الحقيقة هو اقترح مبادرة جميلة فكرتها قايمة ان مش لازم كل البيت ينزل، ممكن واحد من كل بيت، فاحنا خدنا المبادرة بتاعته وقدرنا من خلال الجمعيات الأهلية والمنظمات المجتمع المدني، المجلس القومي للمرأة، شباب، ابتدينا ان احنا نوزع ادوار المبادرة وقدرنا نفعلها على ارض الواقع في كافة المحاور اللي قلت لسيادتك عليها، اللي هي تقديم التوعية في اماكن التجمعات، مواقف، بنوك، بريد،
كل ده احنا بنحاول نوعي الناس. الحاجة التانية ان احنا بننظم صرف المستحقات المالية لانها احتياج الحقيقة ملح للناس، ولازم يبقى فيه متطوعين بعدد كافي لتنظيم الناس عشان ياخدوا استحقاقهم. الجزئية التالتة تطهير الاماكن، الحقيقة يعني مجهود كبير جدا من الجامعات الاهلية انها تقدر انها تطهر المؤسسات والأماكن الحكومية ودور الأيتام والمسنين، كل ده على مدار الأسبوع لمرة واثنين وثلاثة. وإحنا يمكن معنا مبادرة بكرة إن شاء الله لتطهير كافة المقر الحكومية بكرة الجمعة والسبت، هيشارك معنا كبار المسؤولين وشبابنا، وبإذن الله نأمل إن حضراتكم تغطوا الفعالية بتاعة بكرة. سيد حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات. إذن فيروز، كان هذا هو يعني لقاؤنا مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا حول أهم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مديرية التضامن الاجتماعي هنا في محافظة قنا يعني الحد من الازدحام أمام مكاتب البريد وصرف المعاشات لليوم الثاني على التوالي. إليك مرة أخرى فيروز. زميل أحمد الأفيوني شكرا لك ولضيفك الكريم لكل هذه التفاصيل. شكرا لضيفك أيضا السيد حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في قنا.